انتوا عارفين انه في كميه تقدر ب 3% من المياه الراكده داخل الخزان ما بتتغير عند كل تعبئه للخزان؟ يجب وضع خزان المياه الخاص بمياه الشرب في مكان بعيد عن اشعه الشمس وعن الحيوانات، وذلك لصحتكم وسلامتكم. الملوثه تسبب الكثير من الامراض، تقرحات المعده والامراض الجلديه والاسهال. يجب التحقق بشكل دوري من عدم وجود اي تسريب او تلف في خزانات المياه. كن حذرا من تنقيط الحنفيات، قطره واحده في الثانيه يهدر حوالي 10 لتر من الماء سنويا. يجب التاكد من صحه ونظافه السياره الخاصه بنقل مياه الشرب، وذلك من قبل الحصول على ترخيص من وزاره الصحه. 2 صحه ونظافه خرطوم المياه قبل التعبئه، فلنحافظ سويا على صحه وسلامه المياه. يجب غسل الخزان وتطهيره بالماء والكلور قبل كل تعبئه. حافظ سويا على سلامه وصحه المياه. فلنحافظ سويا على سلامه وصحه المياه. فلنحافظ سويا على سلامه وصحه المياه.